أهلا بكم مشاهدينا لهذه الحلقة من لبنان اليوم. على الرغم من تغليف حركة المشاورات على خط تأليف الحكومة بالإيجابيات، إلا أن واقع الحال السياسي يشي بخلاف ذلك، وأن أوحى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من عين التين أمس أن الأمور يمكن أن تسلك المسار الصحيح نحو تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، لكن من دون أن يبرز الدليل الذي يشير إلى تجاوز عقد التأليف. هذا التأليف الذي بات يشكل ضرورة ملحة اليوم قبل الغد مع تردي الأوضاع في البلاد ولا سيما الوضع الاقتصادي. هذه الحركة المستجدة للرئيس الحريري بعد العودة من إجازته، الواقع الاقتصادي، الموضوع العقاري ومخاوف قطاع البناء، نسأل عنها ضيفنا رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان إلي صومة. أهلا وسهلا فيك. شكرا. عن كل هذه المخاوف أستاذ إلي رح نسألك بالطبع، لكن بالبداية لابد أنه نتوقف ولو يعني قليلا عن الوضع الحكومي الذي ما زال يعني يدور في حلقة مفرغة. ما رأيك بتصريح الرئيس سعد الحريري بالأمس من عين التيني وأن أوحى يعني ببعض الأمور الإيجابية؟ يعني لبنان بحاجة تكون في حكومة سريعة، ونحن أملنا كتير كبير بدولة الرئيس الحريري أنه بخلال الأسبوع رح يكون في عنا حكومة. ونحن يعني بلا حكومة بلدنا صار في رئيس جمهورية، كثير انبسطنا. صح، صار في قانون الانتخابات وصارت الانتخابات، صار في الانتخابات. هلأ المرحلة الأخيرة هو دولة الرئيس الحريري، وإن شاء الله عنده مصداقية كثير كبيرة مع كل الأطراف. إن شاء الله خلال الأسبوع بتقلب حكومة، وهيك نحن كقطاع استثماري كقطاع بناء هيك منرتاح، وبتبلش العجلة الاقتصادية تبلش من وقتها. لكن ماذا بالنسبة للعقد استاذ إلي؟ يعني في مجموعة عقد أمام رئيس الحكومة، يبدو أنه يعني تجاوز أمر صعب. عندك عقدة مسيحية بالنسبة للتمثيل المسيحي، عقدة درزية وعقدة سنية أيضا يبدو أنها ما زالت موجودة. أنا بنظري بهذا الموضوع أنه كل هالمشاكل رح الرئيس الحريري يتخطاها ورح يتفاهم مع الكل ويتألف حكومة. هلأ في التفاصيل، نحن منا اقتصاديين، منا اقتصاد سياسي، ولكن نحن اللي عم نشوفه أنه خلال أكثر شيء أسبوع زمان رح يكون في حكومة. ودولة الرئيس الحريري من كبار مفكرين وعنده مستشارين، وأنا بلاقي أنه عن قريب العاجل رح يكون في حكومة ويفرحوا كل اللبنانية منها. في معطيات يعني لديك، يعني عم تحكي ومتفائل حضرتك استاذ إلي، وكأنه يعني بعد في هالأسبوع رح يكون في حكومة، في دليل على هيدا الشيء، معطيات إيجابية لديك أنت لمستها؟ يعني الدليل أنه كل الفرقاء بدهم يخلصوا، بذات الوقت عندهم مطالب. وهلا دولة الرئيس الحريري هو الرجل الكبير، هو الرئيس الحكومة، هو رح يحل كل المشاكل بإذن الله وتنحل القصة. وأنا بنظرنا نحن أنه بلبنان بحاجة ماسة أنه يصير في حكومة، ولازم بعض الأطراف يلي بلاقوا أنه منهم مرتاحين بمطالبهم أنه يتنازلوا شوي تكرمال أنه دولة الرئيس الحريري ينجح عن قريب بتأليف الحكومة. يعني هذا الوضع اليوم يعني اللي بحاجة لإله لبنان اليوم، أنه التنازل، التضحية من قبل بعض الأفريقا من أجل يعني تسهيل المهمة أمام الرئيس الحريري. طبيعي، لأنه لبنان، الاستقرار اللبناني، استقرار البلد، هو لازم يتخطى المصالح الصغيرة. اليوم وزير رايح، وزير نازل، يعني وزير زيادة، وزير بالناقص، منا هالمشكلة. اليوم يحسوا انه هالبلد لبنان، يعني عدم الاستقرار بلبنان هو اكبر صعوبة، ولكن ان شاء الله هيك ربنا بيسر الامور كلها. وانا على يقين انه
دولة رئيس الحريري راح يكون في حكومة عن قريب جدا. مين الفريق اللي ممكن ييسر اليوم يعني أمام الرئيس السعد الحريري؟ بالماضي كان الرئيس الحريري يعني دائما يقدم التنازلات والتضحيات ويقول من أجل هيدا الوطن، يعني اليوم ما في فريق تاني كمان ممكن يقدم كمان مثل هيدا التنازلات والتضحيات؟ والله أنا بلاقي أنه لبنان وقت الحاضر كل الفرق لازم يضحوا، وأنا بنظري أنه في تضحيات رح تصير من كل الفرقة وينجح تأليف الرئيس الحريري، لأنه هو الرجل المناسب وقت الحاضر، هو الشخص القادر أنه يعمل حلول، وإن شاء الله أنه كل الفرقة بيستجابوا مع بعضهم، بيتفقوا مع بعضهم لهالحل هالقصة، لأنه هيدي منا شغلة شخصية، هيدي في بلاد وراها، في لبنان يلي هو وقت الحاضر كئيب وناطر هالخطوة المميزة تصير تا يرتاح ويأخذ نفس. فنحن أملنا كبير أنه كل المسؤولين يصير في تعاون مع كل الأطراف، ولو أنه بعض الأطراف عندهم مطالب، كل واحد لازم يضحي تكرمال هو ما عم يضحي كرمال حدا غريب، عم يضحي للاستقرار الوطني بلبنان. صحيح استاذ إلي، بس بحال يعني جرت الرياح بعكس ما تشتهي السفن ولا سمح الله وصل الرئيس السعد الحريري الى طريق مسدود، شو المسار يعني اللي حيكون؟ انا هالاحتمال هيدا مش رح يكون موجود، انا هالاحتمال مش شايفه، حيبقى في محاولات دائمه، انا هالاحتمال انه ما يكون في حلول انا مستبعده كثير، وفي حلول بإذن الله، واليوم لبنان محمي وربنا بيسر الأوضاع، وكل المسؤولين بيضحوا هن بمطالبهم نوعا ما تا أنه يستتب التأليف ويكون دولة الرئيس مرتاح، لأنه بس يصير في حكومة كل الوضع الاقتصادي بالبلد والسياسي بالبلد بده يتغير، وبدنا نبلش هلأ نحن بالصيف إن شاء الله أبواب مفتوحة لكل المغتربين يرجعوا على لبنان، وكلهم انتظار هالحكومة، والإخوان الخليجية يجوا على لبنان وتتغير كمان الأيام، بانتظار تأليف يعني كل هؤلاء، كل الناس ناطرة تأليف الحكومة. نعم، لأنه تأليف الحكومة هي بتدل على الاستقرار التام بالبلد. طب استاذ إلي، كاقتصاديين حضرتك وك يعني تجار ومنشئي للابنيه، اي حكومه بتفضلوا؟ يعني عم نحكي بحكومه وحده وطنيه، يعني وقبل كان في حكومه وحده وطنيه ما بعرف قد ايه نجحت، انما كاقتصاديين وكتجار بالقطاع العقاري اي حكومه بتفضلوا لهيدي المرحله؟ هلا نحن كجمعيه تجار البناء مفضل انه اي حكومه بتجي التكنوقراط في تفاهم معها أكثر بيكون، أو نحن هالموضوع هذا ما بناخده بتأثير كبير عنا، نحن مهم أنه في استقرار بالسياسة بلبنان، يكون في حكومة. هلأ نحن تنفوت بتفاصيل بموضوع السياسة يمكن شوي بعيد عن جونا، ولكن نحن مرتبطين ببعضهم، يعني انا حبيت ركز معك شوي على الموضوع السياسي لانه قد ايه مرتبط يعني بالاقتصاد. مزبوط، هذا الموضوع مزبوط تاثيره يعني على الاقتصاد. نحن بنلاقي انه الاستقرار السياسي هلا وتاليف الحكومه راح يعكس ايجابي على كل القطاعات، على قطاع المصرفي، على قطاع البناء، على كل القطاعات الاقتصاديه، وعلى استقرار الليره. كتير مهم يكون في تأليف حكومة اليوم أكثر من بكرة، وأنا أمل كبير أنه دولة الرئيس الحريري رح يألف الحكومة عن قريب جدا، لأنه كلهم هلأ عم يحسوا أنه الموضوع صار صعب كتير، بدهم يعملوا تنازلات، بدهم يتفاهموا الكل مع بعض تكرمال نوصل على الشط الأمين. كيف عم تشوف مطالبهم لهالأفرقاء السياسيين الأستاذ اللي هي يعني مطالب محقة؟ هلأ اليوم مثل أي شغلة كل واحد بده يطالب بحصة كبيرة، ولكن اليوم إذا ما بده يكون في تضحيات
هي التضحيات مش كرمال شخص لشخص وفريق لفريق، هي تضحيات للبلد انه البلد يستقر. هذا نحن اذا ضحينا كرمال لبنان يعني نحن بنكبر ما ممكن نصغر، وبنقوى ما بنضعف. أكيد رح كمل معك أستاذ إلي بهذه الحلقة، ورح نحكي مطولا يعني عن موضوع تجميد القروض الإسكانية اللي الكل يعني اليوم يعني هذا الشغل اللبنانيين اليوم وكتير أخذ أهمية هذا الموضوع، رح نحكي فيه بشكل مسهب بعد هذا الفاصل. محطة إعلانية مشاهدينا ونتابع. نتابع حوارنا مع رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان إلي صومة. أستاذ إلي، أحكينا يعني عن الوضع الحكومي قليلا، وسننتقل إلى الموضوع يعني الذي يشغل اللبنانيين اليوم، هو موضوع تجميد القروض الإسكانية. شو رأيك بهذا القرار بالنسبة لي يعني لوقف القروض بهذه المرحلة أو لهذا العام؟ يعني هلأ بنأخذ منك تفاصيل بالنسبة إذا رح ترجع تستأنف بالنسبة للسنوات المقبلة. أول شيء القروض الإسكانية، القروض الإسكانية هي مدعومة من الاحتياط الإلزامي. نعم. يعني سعادة حاكم مصرف لبنان من أيام قديم، من أيام المرحوم رئيس الحريري، أخذ قرار أنه كان عندنا 200 ألف شقة فاضية، فطلب الرئيس الحريري أنه يسر الوضع. قام سعادة حاكم مصرف لبنان أخذ من الاحتياط الإلزامي. نعم. لدعم القروض الإسكانية. كيف الاحتياط الإلزامي؟ يعني أي شخص مثلا ناخد بنك محدد اللي فيه احتياط إلزامي، يعني كل المصاري اللي بيدعوه بالبنك بيحطوا بمصرف لبنان 20% من الاحتياط الإلزامي. نعم. فطلب الحاكم أنه من الاحتياط الإلزامي يعطوا 10% من الاحتياط الإلزامي للقروض الإسكانية. هالقروض الإسكانية وقتها بقيت حوالي 15 سنة. من أجل تيسير أمور المواطنين بالنسبة لشراء لشراء الشقة. بس هذا الموضوع بالذات بلش فيه سعادة حاكم مصرف لبنان. نعم. من الاحتياط الإلزامي يعطي قروض إسكانية، واليوم وقفوا لأنه الوضع اليوم الاقتصادي هو في علام، يعني في بوضع انه بده حمايه اكثر. اليوم مثلا سعاده الحاكم كان داعم قطاع البناء، داعم قطاع المصرفي، وداعم الليره اللبناني. اليوم اجى قال انه انا مني اختصاصي ادعم قروض اسكانيه لشراء البيوت. هيدي اختصاص فريق ثاني، اختصاص وزارة إسكان، اختصاص مسؤولين بالإسكان، يعني منه هو اختصاصه. فحط هو ب 2017 حط 2,300,000,000 ليرة لبناني بقروض إسكانية. هيدي بال 2017 فقط؟ بداية 2017. نعم. لغاية شباط 2018. فاليوم عطى حوالي، هو عادة بيعطي حوالي 7,500 كارت بالسنة لذوي الدخل المحدود والمتوسط. نعم. اليوم القروض الإسكانية اللي كان يعطيها لذوي الدخل المحدود حوالي 7,500 شقة بالسنة. سنة 2017 عطى حوالي 9,000 شقة من القروض من الاحتياط الإلزامي. هيدي شغلة كتير منيحة، ولكن بس إنه شافوا سياسة المصرف الإسكان، سياسة مصرف لبنان إنه عنده انتباه إنه يخلي ما يكتمل بهالسياسة. صاروا المصارف يعطوا قروض إسكانية بدل ذوي الدخل المحدود المتوسط، يعني 600,000 دولار، 700,000 دولار. فنحن كنا يتمنى إنه المصارف إنه بدل ما تعطي المدراء المعاشه 6-7,000 دولار وتعطي كمية صغيرة، تعطي
تعطي كمية أكبر لشريحة أكبر من الناس لذوي الدخل المحدود. لذوي الدخل المحدود هيدي أنا كنت وقتها أنه ما مفروض أنه هالمبالغ الكبيرة يعطوا فيها للذوي الدخل المحدود، كانوا هيك ريحوا الناس أكثر، لأنه ذوي الدخل المحدود هن اللي عندهم مشكلة أكثر يعني بالنسبة عندهم مشكلة. بس هالمصارف يعني عندك مضاربة المصارف، عندك أوقات قروض وهمية مثلا واحد بيقول له بيع فلان وبعمل، يعني في بالسوق كتير حكي بمواضيع أنه أخطاء، فنحن يعني بنتمنى انه ما كان تصير هالشيء. يعني هون مصرف لبنان اخطا بهيدي النقطه؟ لا لا، مصرف لبنان وسعاده الحاكم هو عم يدعم القروض الاسكانيه، ولكن الطلبات اللي بتجي على المصارف، ما هو المصارف هي اللي بتحدد الشخص وقديش بتعطيه. كان مفروض انه يحصروها بذوي الدخل المحدود، كان اخذ عدد اكبر، يعني بدل ما ياخذوا مثلا 9000 عن 2017 وجزء كبير قليل من 2018، كانوا عطوا عدد، كان ضل للاخر 2018 يعطوا قروض اسكانيه لذوي الدخل المحدود. بركي يعني كمان اصحاب ذوي الدخل المحدود يعني صار في تعسر من قبلهم بالنسبه يعني لاعاده هذا القرض وتقسيطه. هي التعسر منه موجود، هو بصفر فاصل صفر واحد بالمية المتعسر، هيدي منا إلى قيمة إطلاقا. اليوم المتعسر يعني اللي عنده سفر اضطر بترك بيته أو مش قادر أو يعني بس اللي مش قادر يمكن أغلبهم ما يكون قادر، مش أغلبهم، كلهم قادرين. ما في معنا في إحصاءات، الإحصاءات ما بتدل على أنه في وجع بيردوا القروض الإسكانية الأقساط. أنا ما هيدي منا واردي بالبلد يعني إطلاقا، وهي ما بتمثل صفر فاصلة صفر يعني ما كانت هيدي المشكلة، ما كانت منا مشكلة إطلاقا هيدي. بالنسبة يعني لا تجبيد هيدا القروض لرئيس لهيدا العام فقط هيدا العام أم أنه بده يستمر يعني بالسنوات المقبلة؟ هل كمان صار في عدم مساواة بين المواطنين، مواطن حصل على قرض ومواطن آخر لم يحصل، مشان هالسبب هيدا اتحركت الجهات النيابية وعلى كتلة المستقبل. نعم. اتحركت عم يعملوا اقتراح مشروع قانون بكتلة المستقبل بالمجلس النيابي، هي تيسيروا يقدروا يعطوا قروض إسكانية من الموازنة، يعني بطل انه مصرف لبنان سعادة حاكم مصرف لبنان يعطي هو المسؤول عن هاي الموضوع، قالوا له أنت مش شغلك، أو بالأحرى عرفوا أنه سعادة الحاكم ما لازم يكون هو يعطي القروض الإسكانية، وهو شغلته ما أنه يعطي قروض إسكانية. فهلأ عم يعملوا هلا هي وقفت استاذ إلي، وقفت لانه ما لنا شغلته للحاكم ام انه بسبب يعني الوضع في البلاد اللي ما عاد يحمل انه اعطاء مزيد من القروض السكنيه للمواطنين؟ هلا فيك تعمليها على اثنين سوا. اول شيء سعاده الحاكم هو عطى زياده، عطى 15 سنه تقريبا وما لنا شغلته، يعني كان عم يعمل شيء منا ضمن مهامه. نعم. وقتها كان قضايا استثنائية، ولكن اليوم بيقول لك أنا خلي الحكومة تأخذ هالمهمة، مش أنا أخذ هالمهمة. فمشان هيك بعض النواب وبكتلة المستقبل وغير كتلة كمان اتحدوا مع بعضهم مع مؤسسة العامة للإسكان، وإن شاء الله هلأ عن بفترة قريبة انه بتصير جاهزه تعطي قروض اسكانيه وتكمل هالمسيره هيدي. وحاكم مصرف لبنان كمان هو عنده فكره وعنده رغبه انه يدعم القروض الاسكانيه. كيف يدعمها؟ يدعم الفايده، يعني مثلا اذا البنك حابب مثلا ما بيقدر يدين اقل من 7% تنقول هذا السعر الطبيعي، هو عنده رغبه وعنده نفس انه يدعم فرق الفايدة، يعني فرق الفايدة بين 5 كانوا ياخذوها قبل وبين 7، عنده سعادة الحاكم
تضل المواطن مرتاح يعطي هالفرق لأي قرض بياخدوه من المؤسسة العامة للإسكان بواسطة المصارف. لكن بس الشيء اللي صار انه هيدي المهمه نقلت من مصرف لبنان مزبوط. من حاكميه مصرف لبنان الى الحكومه الى الى مش الى الى انشاء. هلا في اقتراح مشروع قانون بمجلس النيابه هلا ان شاء الله خلال مده قريبه اللي تقدمت فيه كتله المستقبل مزبوط. اقتراح قانون معجل مكرر مزبوط. نعم. ان شاء الله هيدا هلا بيمشي وبتنتقل المهام بتصير من الموازنة دغري بينقطع مبالغ للمؤسسة العامة للإسكان وبمديرة السيد روني لحوت يلي هو متابع هذا الموضوع لوصوله إلى شاطئ الأمان. نعم. طب استاذ إلي حضرتك يعني كرئيس منشئي وجمعية يعني تجار الأبنية في لبنان، هذا القرار بتجويد القروض الإسكانية قديش أضركم لألكم يعني بالنسبة لمسألة شراء الشقق؟ يعني هلا أكيد حيكون بالنسبة للجمود اللي كان أصلا قائم رح يكون فيه يمكن جمود أكتر، رح يزيد هيدا الجمود أم العكس؟ لا هو مزبوط، اليوم هيدا بده يعكس سلبي على قطاع البناء. نعم. ولكن اليوم الحلول بطريقة سريعة مثل ما بيعملوا بمجلس النيابة. نعم. هيدا ما بياخد فترة طويلة، يعني عم يعالجوا انه اليوم واحد مثلا صار عنده مرض دغري عم يتعالج، وان شاء الله انه خلال مده قريبه انه ما منلاقي فرق، نحن ما منلاقي وقت طويل تيصير في عنا بديل عن القروض اللي عم يعطيها. منيح جيد، متفائل يعني انه مجلس النواب رح ينعقد عن قريب ويقر هذا اليوم. هذا مشروع يعني، وكمان وزير الشؤون الاجتماعيه عم يركضوا عليه السيد بيير بوعاص، يعني كل الفريق عم يعمل طريقة انه يضل في قروض اسكانية بالبلد. وهون بدي ارجع اضطر انه ساعتها الحاكم بعد عنده لل 2019 موازنة، وبهو بيقول انه كل اللي مقدمين طلبات بالسابق رح يعطيها كلها، بس بال 2019 بدها تتكمل الموازنه تبع 2018 بده يعطوا كل يلي كانوا مقدمين طلبات بالسابق. يعني في عديد، مثلا انا في بس كنا عنه زياره عن سعاده حاكم مصرف لبنان، في عندنا شخص مثلا مؤسسه بطرابلس عاطي شيء حوالي 120 قرض للجيش اللبناني، يعني عم تعمر وبتعطي الجيش اللبناني، وعلى اساس انه الجيش اللبناني بيكون عنده بروتوكول هو والمؤسسات المالية، إلى أنه قعدوا بالشقق ووقفوا لهم الطلبات. هلا إن شاء الله أنه بس سعادة الحاكم أخذ بعين اعتبار كل ملاحظاتنا، وهلا إن شاء الله أنه بالموازنة اللي بده يقترحها لل 2019 يحل كل الأمور يلي الطلبات كل الناس اللي مقدمة، تيصير الاقتراح مشروع بس يصير تبع كتلة المستقبل يصير واضح، ساعتها ما بعود بقى عنا مشكلة إطلاقا. نعم. طب بس كمان هذا الاقتراح القانون كان في فريق يعني انتقدوا، اعتبروا انه هذا اقتراح تجاري يعني منه جيد او منه مدروس بشكل جيد، يعني هوجم هذا الاقتراح. هلا مثلا اليوم بس يكون مشروع مقدم ويروح على مجلس النواب، هو مجلس النواب اللي بقرر، هو مسؤولين عن الشعب اللبناني بمجلس النواب هو بقرر. ليش إذا بدي أعطي قروض إسكانية للمواطنين شو اللي بيكون في غلط؟ يعني يا في قدامنا هجرة الناس بتهاجر أو بكون عندها شقة، في اليوم مسؤولية كبيرة، ليش بده يكون منه واضح أو شيء؟ ثاني شيء مجلس النيابة هو بده يقرر، واليوم هلا اقتراح المشروع صار بمجلس النواب، وان شاء الله ليش بدنا نعمل شيء تشاؤم قبل؟ وانا بنظري انه هذا المشروع ما رح ياخذ وقت كثير ويمشي. طب استاذ إلي عم تحكي كمان بالنسبه يعني تيسير امور للمقدمين طلبات. نعم. يعني بالنسبه للمواطنين اللي عندهم كان رغبه انهم يقدموا طلب وبعد ما قدموا، هدول شو بنقول لهم؟ انه حاليا ما تفكروا بالموضوع؟
هلا انتظار شوي حتى اللي كل المقدمين طلبات من المؤسسات الإسكانية هيدول كلهم سعادة الحاكم عم شوف الموازنة تبع 2019 كيف بدي أمن الكل. فأنا بنظري أنه ما رح يكون حدا مقبول إلى حين أنه الاقتراح مشروع القانون بمجلس النيابة بيكون أنجز، وساعتها تلقائيا بيرجع البلد يرتاح وبيكون كل واحد بياخد شقة. نعم. بالنسبة أستاذ إلي، يعني لابد أنه أحكي معك عن موضوع يعني اليوم الجمود في العقارات. يعني اليوم ما عم نلاقي في طلب على الشقق، وفي عدد كبير من الشقق اليوم فارغة. بعرف قد عددهم، هلا حضرتك بعطينا أرقام قد العدد، وليه اليوم ما عم بيكون في طلب على هذه الشقق؟ هلا خليني أنا بهذا الموضوع يعني أشرح بعض النقاط. نعم. اليوم نحن مثل ما حكينا بالبداية كنا نعمر شي 27,000 شقة بالسنة ونبيعهم بالسنة. اليوم نحن من 6 سنين عملنا اجتماع عام ببيروت وقلنا لهم يا جماعة اللي بعمر بنيتين عمر بنية إلى نقص العدد، صرنا نحن منعمر حوالي 18,000 شقة بالسنة. ليه هذا القرار أخذته؟ أخذناه لأنه نحن بالسابق من الأحداث القديمة كان عندنا صار في مصادرات وصار في فوضى بالبلد وسياسة خربطت، صار مثلا صار في تغيير ديموغرافي بالبلد، صاروا يجوا كل فريق يلاقي شقة يلاقي بنية فاضية يطلع يقعد عليها يقعد فيها وما يطلع إلا ما آخر شيء الدولة ما كانت تتدخل، بس رأت الحالة إمنا صار نحن اضطرينا ندفع تعويض لهالأشخاص اللي قاعدوا يفلوا. فنحن خفنا أنه تتكرر القصة لأنه محيطنا العربي حوالينا كان في مشاكل كتير، سوريا والعراق وكل بلاد اللي حوالينا مشاكل يعني مشاكل مشاكل قوية، ما أنا مشاكل هينة، وصار في هجرة كتير. خفنا نحن اليوم عندك أنت مثلا 1.5 مليون إذا مش أكتر نازح. طيب مثلا واليوم الدولة ما بتقدر هي تعمل، خفنا انه يصير شيء معنا مثل ما صار بالسابق احتلالات، مشان هيك صغرنا العدد. والحمد لله اليوم صحيح في اقتصاد منه مريح يعني بشكل كبير، ولكن انه مأملنا جو امان بكل لبنان انه نقدر نروح ونجي ويكون في استقرار بموضوع الامن. وهيدي يعني اليوم قيادة الجيش والمسؤولين الامنيين كلهم يعني عم يعملوا كل جهدهم تيضل لبنان مستقر امنيا، ونحن منلاقيه مستقر امنيا. وهيدا الشيء انه انتخاب رئيس جمهوريه وانتخابات النيابيه والاستقرار الامني الموجود، وهلا كمان يتألف حكومة جديدة، بعتقد أنا رح يكون لبنان بوضع جيد جدا، ورح يكون من أحلى أيام لبنان يكون موجود. وبعتقد أنا أنه بدي المغتربين يرجعوا يجوا يقعدوا يشتروا شقق بلبنان يلي وقفوا وقت طويل، واللي بيش عم يشتغل في تسهيلات امامهم يعني لهؤلاء يعني المغتربين كمان حتى نجذبهم يعني او ندفعهم نشجعهم. هو بس الوضع الامني اللي بيريحهم، الوضع الامني اليوم جيد يعني بلبنان جيد. يعني نسبه مع دول المنطقه. طيب هلا الوضع امني جيد، ولكن الاستقرار السياسي بعده انه ما بيكتمل الا ما يصير في حكومه. صحيح استاذ علي، بس احنا موجودين بلبنان يعني دائما عندنا ازمات سياسيه، دائما يعني بتلاحظ بتنحل مشكله مدخل بمشكله اخرى، يعني دائما هيدا الوضع السياسي بلبنان منه شيء جديد. ايه هلا بس يعني في عندك تشكيل حكومات اخذ 9 اشهر يعني حكومه الرئيس تمام سلام. طيب بس كان جامد البلد. نعم. كان في جمود. اليوم انا ما بقدم على موضوع استثماري اذا اليوم ما في جمود، ما في حكومه. مع مين بدي أحكي أنا؟ ما في مسؤول مباشر قدامك. فاليوم الحكومة هي إلزام يصير في حكومة تينتعش البلد، وإلا البلد ما رح ينتعش
إلا إذا صار في تأليف حكومة. وإن شاء الله أنا أمل كبير إنه دولة الرئيس الحريري راح يخلي الحكومة إنه راح يحل كل العقد الموجودة أنا بنظري يعني هيك من تشكيل هذه الحكومة. ونحن أملنا كبير إنه دولة الرئيس الحريري راح يصير في حكومة ويحل كل العقد الموجودة. صحيح. بالنسبة لأسعار يعني اليوم العقارات أستاذ إلي، هي في جمود اليوم بهذا الموضوع أم أنه في انحدار له؟ يعني الأسعار الشقق اليوم فينا نقول أو العقارات يعني عم تنخفض بلبنان؟ أنا بس بدي أشرح، في عندك بلبنان يعني عدة أسئلة. نعم. اليوم عندك مثلا خط البحر الأول، خط البحر الثاني، مثلا من جهة فيردان ومن جهة صوفيل، هيدي منطقة بتعمر فيها مثلا أسعار عقارات بتبلش بحوالي 5000 دولار المتر. هالمناطق كانوا معودين بالأول يعمروا كبير 400 متر 500 متر، كانوا يجوا مثلا دول الخليج، دول أفريقيا، المغتربين بأوروبا، اللبنانية مغتربين برا، كانوا يجوا المرتاحين يجوا يشتروها. وهيدي كانت بطريقة ميسرة، يعني منا بدونش إسكان، وهيدي كانت تعمل ضخ مصاري بالبلد. اليوم السياسي، ما ننسى أنه الوضع السياسي بالمحيط حوالينا منه مريح. يعني اليوم بس أنت تقولي لهم مثلا دول حوالينا مشاكل، ما على طول في ضغط علينا، يعني الأمان يعني أو بالأحرى القضايا الأمنية موجودة، بس اليوم إذا ما كان في استقرار سياسي، ما في استقرار، ما بيتشجع الواحد يجي يعمل يعني نرجع لموضوع الحكومة، إنه لابد إنه يكون في حكومة من أجل يعني طبيعي. كل شيء يصير يعني محلول وفي له يعني طرق لحله. بس كنا عم نحكي بعدنا بأسعار الشقة أستاذ إلي. هلا أسعار الشقة بلبنان ما عدا هالمنطقة يلي هن تقريبا شيء 1500 شقة، هو اللي عم بقول لك عنه. أما كل لبنان في اليوم اللي عم ينباع شقة تقريبا بسعر الكلفة. اليوم يعني مش إنه في غالي وواطي، مش إنه الواحد عم يربح، هو عم يبيع بسعر الكلفة، يعني ما في أي إشكال. اليوم مثلا بس هدول الشقق اللي حكيت عنه ال 1500 هول الاستاذ قال لي كمان هول يمكن فيهم ربح خيالي. لا لا يعني ما هو في يعني او هيك او هيك، يعني ما عم بيكون في حل وسط. حبيبي هو كانوا معمرين للفريق العدد المرتاح اللي بيجي بيشتري شقة 400 و500 متر. نعم. مثلا مؤخرا في حدا من الكبار عنده شقق ببيروت بيع تقريبا اقل بشيء 40% بيع، ليه؟ عنده شقة كبيرة ومضطر بده مصاري، بيعها برخيص ويعني شالها. بس هيدا موضوع انه كل واحد اليوم اذا واحد عنده مضطر بده يسافر او عنده شيء بده يعمله ببيع. اما كل لبنان الاسعار مقبولة. اليوم عندك انت بتتروح مناطق عديدة انه من 1100 متر 1100 دولار المتر 1200 دولار المتر وطلوع في بكل مناطق، وهيدا سعر الكلفة. واليوم الأرض هي ما أشتت سعر الأرض، سعر الأرض ضل مستقر لأنه بلبنان في ندرة للأرض، يعني مش إنه لبنان اليوم مثلا ما في هالمساحات الكبيرة بلبنان، يعني بالنهاية مساحة صغيرة صح، في ندرة للأرض، مشان هيك الأرض ضلت على سعرها. وإذا ضلت الأرض على سعرها البناء الموجود فيها والمعمر من 3-4 سنين و 5 سنين هلا عم نبيع تقريبا بالكلفة، وإذا مش أقل شوي من الكلفة. ما بلاقي أنا في أسعار غالية إطلاقا بلبنان، لا بالشمال ولا بجبل لبنان ولا بيروت. بيروت تحديدا أكتر شيء ببيروت، يعني بيروت ما بيروت ديك تقسمية، مش بيروت، بيروت اللي قلت لك عنها الباب أول خط البحر، وبيروت الباقية. بيروت الباقية بتبيع انت لما بتشتري شقة ب 1500 1600 دولار المتر مثلا بمناطق على المزرعة او هيك، مثل ما بتشتريها بمناطق تانية زاد السعر. يعني ما بيفرق السعر بلبنان كله تقريبا متساوي، في ابتداء
في بنا مثلا معمر قديما يعني من شي 10 سنين، هيدا بالألف دولار ألف ومية دولار بتبلش بهالأسعار. يعني أنا ما بلاقي إنه في إنه الأسعار مرتفعة أو شيء، وأنا بيصير أقوله نزلت الأسعار. اليوم أنا عم ببيع بألف دولار ألف ومئتين دولار المتر، ما هيدا بسعر الكلفة، كيف بده ينزل؟ أما اللي عم يعمره اللي في بعض الأوقات اللي البنى الغالي عم يجي إذا محتاج بده يسافر ببيع شغلة بشغلة استثنائية، بس مش معناتها إنه قاعدة إنه واحد عم يبيع. في دراسات اقتصادية استاذ إلي عم تقول إنه كمان حيكون يعني بالسنتين المقبلتين 2019-2020 رح يكون في انحدار أكثر بالنسبة ل يعني انخفاض سعر الشقة. والله أنا هلا الله ييسر إنه يصير في هالاقتراح مشروع القانون بمجلس نيابة يمشي ويكون في قروض إسكانية. أنا بلاقي إنه ما رح يصير في أي أزمة، لأنه اليوم إذا أنا لقيت السوق جامد نوعا ما ما بيجي بعمر دغري أنا بتريس. صحيح. مشان هيك ما رح يصير. تاني شيء بلبنان مش مثل أيام قديم كان عنا مثلا مئات الألوف شقق فاضية، اليوم ما عنا شيء. اليوم ما عنا يعني كل سنة كان عم بيبيلوا 5000 شقة مثلا، ما بيطلع 20,000 شقة 25,000 شقة فاضية، ما بتعرفي أي ساعة البلد بياخد نفس. صحيح. مثلا إذا صار في هلأ الحكومة بسرعة طلعت بتلاقي كل الناس المغتربين مغتربين والعايشين برا بأفريقيا وبدول عربية كلهم بيرجوا بيقولوا خلص مش البلد. نعم. وبيجوا بيشتروا شقة. يعني هيدول نحن حاطينهم ستاند باي انه بس تيمشي تي نقدر نحن بهالفترة نصير نعمر محلهم. صح. بدل. نعم. شكرا لك استاذ إلي صوما رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان على كل هذه التوضيحات، ولا سيما فيما يتعلق منا بتجميد القروض الإسكانية. شكرا لك. شكرا لكم أيضا مشاهدينا. نشأة إخبارية بعد قليل، وإلى اللقاء.